وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وَفَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وإن للذين ظلموا عذابا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. It is an invitation for all of us to reflect on your state of your heart, especially before tomorrow, inshallah ta'ala. Inshallah, hoping and invoking Allah subhanahu wa ta'ala to be tomorrow Laylatul Qadr, in which everybody will benefit of worship of 1,000 months, a great blessing from the most generous subhanahu wa ta'ala, your creator, who created you intending to shower you with his mercy subhanahu wa ta'ala. Honoring ourselves is to be a rightful candidate to this mercy, and that mindfulness to care about it, to care about being accepted, to really long for it. That's the beginning of the inshallah, the honoring from Allah subhanahu wa ta'ala to you. Therefore, into your qiyam, into your reflection today, in your pondering, think of all of that. Think of your past, think of what you have done, think of what you want to be. Think of the gift that Allah subhanahu wa ta'ala has provided you to insha'Allah ta'ala be able to boost that need, that longing to be forgiven, to be embraced in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that we have shared with you from the beginning of Ramadan, that the one who passed, you know, or like witnessed Ramadan and Allah subhanahu wa ta'ala
will not forgive him because of their negligence, because of their carelessness, because of their heedlessness, because of not really, you know, holding at high esteem this gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Dead hearts, distracted hearts, coming to the masjid or being in their life, you know, so-called very materialistic, what they do as ibadah, as a habit. So these type of people, Allah subhanahu wa ta'ala may not even look at them because their hearts didn't truly, you know, focus on Allah subhanahu wa ta'ala, closeness and nearness. Then if he's not forgiven, or if he's not forgiven, the Prophet ﷺ and Jibreel, Jibreel make a dua against this type of people to be distant from the mercy of Allah and to be, wal-iyadu billah, cast into the doom of the hellfire, a'adana Allahu min dhalik. Why? Because he's been given a tremendous gift, a lifetime gift, but they didn't care about it. And that's actually the meaning of kufr. Al-kufr is not a disbelief. The Arabic kufr is to deny or to neglect a gift. Kafara means to cover. And al-kafiru is also the planter who put the seed in the ground and cover it. And by a parable, the one who take the gift of Allah subhanahu wa ta'ala, ignore it, cover it, does not care about it, that is kufr and that is ungratefulness. May Allah subhanahu wa ta'ala to help us to be and give us the ability and the power to empower us to be grateful to the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Every time when I leave, there is many people, they ask a question. I said, this is an opportunity, whoever who have a question, we can listen to your question and answer them. If not, we'll continue with the short khatira bi'idhnillahi ta'ala. Any question? All the question that I had is about zakat and money. So, it's good. Any question? So I did have a question about zakat. Yes, go. So this is my first Ramadan. Mashallah. I have a video somebody sent me about zakat for Eid. It's better to give food. No, the zakat, there's many types of zakat. So zakatul mali, wa zakatul urudi, and then this is the part of the zakat that is obligatory, and then we have zakatul fitr. Zakatul fitr, which is, you know, we already have mentioned it, $15, and that's zakat is an obligatory on every believers, including even the child in the womb of their mother, that they have to pay zakat upon. And that zakat is to cleanse. One is fasting, so, and will be even the faqir, even the one who does not have money, he should pay that zakat, because Allah subhanahu wa ta'ala will guide and bring him, inshaAllah, his rizq during the day of the Eid, that he's going to be taking the zakat al-fitr of others to him. So he has to pay the zakat. And that zakat al-fitr, as a part of obligatory into the end of Ramadan, will be paid, and will be paid in the months of the Sa'ah. And the sa'a, which is, you know, kind of a meal, and evaluated to between $10 to $15 or to $20, depends on the type of the food that you are, you know, making the analogy, or you're gonna be as a reference. If dates 3 kilogram or more, you know, can be like up to, you know, $20. If it's rice, you can look at the price. To give it food or to give it money. The scholars, you know, they look at the most important part into the given zakat is the maslaha, the interest of the one who is receiving it, the one who is receiving it. In the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet described it to be given in food, and that was the most adequate and proper for the people at that time. If you give them food, you know, they're going to use it. But today, if you give someone, you know, a bag of rice, he might not even have the time or the place where to cook it and everything. That's why most of the scholars and all the madhahib, they align to the opinion of Al-Imam Abu Hanifa when it comes to Zakat al-Fitr, to give it, you know, in money. So the faqir, or the one who receives it, he will, you know, do whatever
and use it in the most proper and adequate way for them. However, if someone want to give it as a food, that is the sunnah, and but give it in a way that the person will be benefiting of it and not like not being caring about the receiver, whether he gonna use that or not. That's why when you give money, you'll be sure that it's gonna be you know, used by this person. So that's zakat al-fitr. When it comes to zakat al-mal, it's totally different. Zakat al-mal is one of the pillar of the Islam, along with the salah and the hajj and the fasting and the zakat. So the zakat is the obligatory and the pillar of Islam in the wealth, and the zakat, the prayer is in the body, and the hajj comes to have full submission and completion of the deen, and the fasting as you know, renewing the oath with Allah, gaining a piety, and shows one sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. And all of that help the believer by these five pillars to have the foundation of a good, a righteous person who will be able to have all this element to feed their soul, to cleanse their heart, and keep them driven toward raising of the good. So the pillar, this is what are the wadifa, the role of this pillar. Zakatul mal, as Allah subhanahu wa ta'ala, actually we read it into Salat al-Isha, قَالَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, take from their money a sadaqah. This sadaqah has one purpose, to zakihim wa tutahiru, to zakihim, cleanse their soul and cleanse their heart, but also increase in their wealth, increase in their wealth and put barakah in their wealth. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, when you receive it, make dua for them, is going to soften their heart and make them joyful. The zakat, it has, you know, three aspects that someone need to take in consideration. First, the type of the wealth. Second, the amount of the wealth, and the amount and the duration. And the third is the percentage. So if anyone who has the type of the wealth that zakat is obligated on it, so the type of the wealth is money, like saving, and the saving include whatever someone has, you know, a balance, credit balance into their account, whatever they have, gold, they have silver, they have stock markets, they have, you know, money that they have into their retirement plan, all of those, the things that are on hand, like cash on hand. So at any given moment, if a person wants to collect all these assets that they are kind of liquid, how much he will have at that given moment, then, you know, that will be the amount of the saving of the person, and that will be, the eligible or the amount upon which someone going to pay zakat. Properties, land properties, things are not included in zakat. Having diamonds and everything, that's not included in the zakat, and someone will not pay zakat on it. Once a person calculate how much they have, that money has to have the condition that he had it on hand for a whole year. Whole year, يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلِ, يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلِ. Then apply on it 2.5%. 2.5% will be the amount that the person he has to pay. This 2.5% does not belong to the person. Does not belong. That's you know, it's part of their wealth that Allah subhanahu wa ta'ala entrusted into your hand. Entrusted to your hand to give it to the proper receiver, and the receiver that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah At-Tawbah, قَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ قَالَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. So the poor people and the needy people, the difference between them, the poor who cannot even have provide for them the meals, the miskeen, the one who can do it, provide for them the daily meals but with difficulties, the people who work for it, to collect it, they will have part of it. قَالَ وَالْمُؤَلَّفَ قُلُوبُهُمْ, those who, you know, you give them sadaqah just to help them, you know the beauty of Islam and everything. فِي الرِّقَابِ, to free slaves at the time. الْغَارِمِينَ, those who have heavy debts, to help them. And then farther, Allah subhanahu wa ta'ala قَالَ وَابْنُ السَّبِيلِ, the people who are like travelers but they don't have any money and thing to be helped. And the biggest category, قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فِي سَبِيلِ اللَّهِ, whatever in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever in the sake of Allah,
will include, you know, orphanage, will include everything that is good, education, and add to it which is not in the Muslim countries as the masajid, because they should be financed by the government, but into the West as the all the scholars, you know, to have the fatwa that also the masjid, because the masjid, it's not given to the masjid, but given to the center, to their activities, to the way how to, let's say, manage the light of Allah subhanahu wa ta'ala and fulfill the rightful mission of the masjid from teaching, from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, from spreading the word of Allah, from, you know, doing, you know, alhamdulillah, activities that help people to connect with Allah, to build their personality in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and emphasizing of this part, because some people, they will be wondering, should I give to the masjid? They say, yes, of course, and tomorrow, all of you, you're invited to give, you know, from, you know, out of your generosity. If you don't give, inshallah, we'll have this room, bi-idhnillah, with the stick to, inshallah, correct you. So this is the part of the zakatul mal. There is zakatul urud, there's zakatul urud, because someone asked me a question and they sent on the email, someone has a business. Will they, how they gonna pay the zakat on the business? You pay the zakat on the business is very simple. If you do your, you know, your balance sheet, that will be part how you're going to calculate your zakat. The investment, the initial investment, if someone, for example, invested 50,000 or 100,000, that's not to be touched in the zakat. What is going to be touched in the zakat? It's very simple calculation. You come at the end of the year, you calculate how much inventory you have. And the inventory is calculated based on the cost of the product, on the cost of the product, not on the sell product. For example, someone is selling books or selling, you know, things like you have the grocery, they see how much. And that's reflect the fluctuation of the inventory for the whole year. To make it very simple, because if someone want to, some of the scholars, they look, you know, at the variation of the inventory to take, like, how much he has for the whole year. But in a simple way, that's how, you know, it can be done. The inventory, the cost of the inventory, plus the receivable, any money that the person didn't yet receive from the client, minus the payable, which is the payable that they have to pay for the suppliers that they didn't pay. There's a cost of expenses also to be, you know, related to the business to be deducted, and add to it whatever the person has cash on hand. The, of course, cash on hand include the profit that they had made. The balance that you have is more than the nisab, which is the third part of the zakat. If it's more than the nisab, then they have to pay on it 2.5%. And that will be the zakat for the business. Nothing have to do with the zakat of the person. So someone has a business, you know, he pay for his business, then he pay what he has money on the other side. So that's zakat for the business, you know. Is even as a personal business, unless these money and store, you know, saving is together, that he will need to sort it out in a way to have a right calculation for the zakat. This is for the business. For the producers, for the farms and everything, I'm not going to talk about. I don't know if anyone have a farm, we can talk after, inshallah, or producers, you know, or cattle, livestock. What is the nisab? What is the nisab? The nisab, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he defined it to khamsa awaq, and this is by conversion from dahab, from gold, is 85 gram of gold. And we just calculated, a brother was asking, we looked at the gram of gold on the market, and it was around $4,300. So whoever who has 4,000, between 4,000 and $4,500 saved for a whole year, then he has to pay zakat on it. And that 2.5%, it does not belong to you. It belongs to the people who are going to receive it. You are interested. Anyone who keep it, he's like keeping hellfire. That fire, subhanAllah, will destroy. It's like you put a fire in the grass, it's going to burn it all. That's what it does, that part. قَالَ يُطَوَّقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. And one of the things that someone will be have around their neck because they didn't pay the zakat is to have, subhanAllah, one punishment in the grave. They call it الثعبان الأقرع والعياذ بالله. الثعبان الأقرع is a giant
you know, snake and called Aqra. It may be bold, scary, and it will be like subhanAllah turning around, you know, squeezing this person in his grave as a punishment because they didn't pay the zakat. So be careful. I know, alhamdulillah, but this is to say, you know, all of that. That's it, I think. If there is anything else that, yes, sir. The whole angels, salamun hiya hatta matla' al-fajr. The whole angels, they come. Does it come? Is it a specific time, so like after Maghrib? After Maghrib is when it begins? Qala salamun hiya hatta matla' al-fajr. One of the of signs of it, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam described it. It's going to be a clear night. That night, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that he has been forgetting to specify it exactly. It has rain, because he said in that night the Prophet sallallahu alaihi wasallam makes sujood in ma'in watin. Ma'in watin is like it was subhanAllah kind of muddy floor. And the rays of the sun, or when it comes subhanAllah, it's very clear, and the rays are not, you know, as a normal day kind of you don't see them. But it's like a clear night. And one of the explanation of the scholar, he said, because of the crowdness of the sky of the angels. Subhanallah. So they will be coming down. Allah subhanahu wa ta'ala said it in the Quran. And it started from the night of Laylatul Qadr, which is after Maghrib. And then stays after till inshaAllah ta'ala, till Fajr time. Till Fajr time. Salamun hiya hatta matla' al-Fajr. Laylatul Qadr is a great celebration, not celebration for the believer, celebration for the whole universe, and celebration for also the angels as a great night of worship. And in Laylatul Qadr also, Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru fiha al-maqadir. Allah determined, subhanahu wa ta'ala, he already know the maqadir, everything that is going to happen into this coming year. Who going to be dying, how much rizq someone is going to have, all of it is going to be in Laylatul Qadr. In a hadith, or like someone will be still, you know, farming, and he already in the book that he's going to die this very year that is going to happen. And when we say, you know, Allah make the taqadir, he will have the angel to know about it in that specific night. But it is the night in which the Quran has been revealed. So it is the rahmah of Allah, it is the guidance of Allah, it is a celebration of the greatest rahmah of Allah for the whole humanity, for the whole universe, and the angels will be taking part of that. So it's like great celebration of worship, great celebration of iman, and imagine Allah grant you this great gift by having it to be 1,000 months for one night. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with this night. Jazakumullah khair. I think it's time for the salah. If you have more questions, we can do it in the thing. Welcome. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. الله أكبر. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر، كذبوا بآياتنا وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا نتبعه إنا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله أكبر. سمع الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما جنتان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين فيها على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Resuming إن شاء الله is round 3 بإذن الله. بارك الله فيكم.